دلوقتي الجيل بيحارب العصفور، جي والعصفور، يا ترى جي هيعمل ايه؟ يا ترى جي هيعمل ايه مع العصفور؟ هيقدر يهجم عليه؟ هيقدر يوصل له؟ جي هيجنن يا جماعة، عايز يوصل للعصفور، بيسقف بيسقف له، والعصفور خايف بص بيسقف، جي بيقف ويسقف مش عارف يوصل للعصفور. وبعدين يا جي، يا ترى هتفضل تحاول كده كتير؟ بص بص بيركب فوق القفص، اوعى خرج له تاني، خرج له تاني، اوعى نا 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 نا. او كده بقى ايه، توم اند جيري، توم اند جيري. بصي القط جي والعصفور زي، اوبا العصفور زي بدا يتعب، والقط جي بدا يحاول، حس انه قدر يهجم عليه. العصفور زي مش عارف يعمل ايه دلوقتي، وقعد في الكورنر، جي حبسه، جي حبسه في الكورنر، ودلوقتي هيضربه على وشه، ضربه على وشه تاني، ودلوقتي زي قاعد على جنب. اقرب يا زي على البياتة تاني، خش البياتة يا زي، خش البياتة يا زي، خش على البياتة هلا. اوبا جي مش راضي يستسلم، جي عمال يهجم، جي عمال يهجم، جه من الناحية الشمال كده، نط ناحية اليمين معرفش يجيبه برضه، رجع له تاني الناحية الشمال. وزيد دلوقتي قاعد بيصرخ ويرقع بالصوت ويستغيث ويقول اروح فين يا رب، اروح فين يا ربي، اروح فين. وفجأة زي هيتحول وبدأ يهجم على جي، اهجم يا زي، اهجم انت يا جي، اهجم يا زي على جي. هوبا شكل مفيش فايدة، جي مش راضي يستسلم، والعصفور زي عمال يصرخ عمال يزقزق. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم حد يكسب، يا جي يصطاد زي، يا زي ينقر جي. جي بدأ يهاجم، بيهاجم بكل قوته، بيهجم عليه ويضربه بضوافره. جي مش فارق معاه، جي مش فارق معاه، جي مش فارق معاه. وبعدين البط ار، اوبا جي ار، اهجم يا جي ار، مش عارف يطوله. وبعدين بيحاول جي اللقيط، جي اللقيط بيحاول يصطاد عصفور، العصفور زي، زي العبيط مع جي اللقيط، العصفور زي العبيط مع القط جي اللقيط. اهجم يا جي، جي يا جي، جي يا جي، جي يا جي، هجوم يا جي، اهجم اضرب. العصفور تعب يا طبعا. يا جماعة نجيلكم في حلقة تانية ونقول لكم النتيجة ايه. خلاص يا جي شيل يا ابن العصفور، كفاية كده، يلا سلام.